بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد ومعبد جديد من معابد النوبه، معبد الدر او الدر زي ما بنسميه بقى اهلنا في النوبه يصلحوا لنا النطق. المعبد هو واحد من اهم المعابد واجملها، واحد من معابد رمسيس الثاني اللي بناها في منطقه النوبه. المعبد يشبه معبد دندره في حاجه بسيطه قوي، ان النيل بيحني عنده شويه، فالمعبد بيجي شرق النيل على عكس المعابد، وعشان كده توزيع المناظر في المعبد مش هنمشي شمال جنوب، هنمشي شرق غرب، الشرق يساوي الشمال والجنوب والغرب يساوي الجنوب. بلاكمان نشر لي المعبد ده سنة 1913، وصور له لغاية سنة 63 المعبد اتنقل واتحط مع معبد عمدة اللي شرحناه امبارح واشتغلنا عليه في مكانه الجديد. المعبد بيمثل معبد لرمسيس الثاني زي ما قلت. هنلاحظ فيه انه واضح انه كان له بيلون، وكان ورا البيلون في فناء مفتوح، وبعدين بنبدا بعديه بصاله اعمده، صاله الاعمده بمناظر الاعمده بتاعتها اللي زي تشبه لحد كبير، لو حضراتكم شايفين المنظر تشبه مدخل ابيدوس في لما نروح المعبد بتاع ابيدوس، ومناظر الاعمده اللي عليه المعتاده. المفترض زي ما قلت ان كان في صرح، ورا الصرح فناء، الفناء مش فاضل منه غير الثمان اعمده اللي على الارض قدامنا دول اللي باينين، اللي هم يعني القواعد بتاعتهم. هل القواعد كانوا اعمده؟ الاعمده هل كان عليها مناظر؟ الجدران حواليها كانت فيها ايه؟ هل كان في شيء ابار؟ لكن وراها في سقيفه او رواق عامل لي ارض خمس ممرات. الخمس ممرات، هل الخمس ممرات بالاربع متر يعملوا لي الالقاب الملكيه الخمسه، ولا يعملوا ممرات للملك قريبه قوي برده من سقاره لو فاكرين الرواق الاوسط والاربعه الجانبين اللي في نهايه الفناء؟ منها بدخل بقى على بلاقي الاعمده دي كمان قدامها بقى تماثيل اوزيريه او بقايا تماثيل بالوضع الاوزيري لرمسيس الثاني اللي كان معتاد انه يعمله في معابده. بصل على الناحيه الشرقيه، الناحيه الشرقيه هبقى على ايدي الشمال مناظر حروب الملك. الملك يعني لو بصين للمنظر هلاقي الملك بيضرب الاعداء، والملك على العجله الحربيه بتاعته هو بيضرب الاعداء. وبعدين المناظر من ورا بقى او على خلف الاعمده بتبل بشكل اجمل. بتبل ازاي؟ راح رختي بياخد الاعداء من الملك، ايد الملك الشمال لو شايفينها فيها حبل، والحبل مربوط بيه اعدائه من وراه، عارفين السلبه اللي بنربط بيها الاعداء، والايد الثانيه ماسك بيها المقمع، وتحت بيقدم لامون رع الاثنين فاس بتوع النو، بيقدمهم لاتوم اسف اللي قاعد على العرش بتاعه، وبرده اتوم بيديله. طب انا ليه قلت امون وقلت رجعت قلت اتوم؟ لان اتوم دايما اعرفه ان الاله الراجل الوحيد اللي ياخد التاج المزدوج. نيجي بقى على ايد على الناحيه على الجدار الثاني من الناحيه الشرقيه، هلاقي الملك بيضرب برضه الاعداء وبياخد سيف الانتصار من راحو رختي، والملك بعد كده بيقدم المعت انه بينتصر بكل شيء قدام خنوم اللي واقف وبيديله القوه وبيديله رموز الانتصار. وبيظهر في نهايه المنظر الافريز السفلي 8 من اولاد رمسيس الذكور. الناحيه الغربيه بقى من السقيفة او من الرواق بلاقي فيها الملك واقف بيتعبد قدام، مرة قدام بتاح وبيعمل له جزء من الخدمة اليومية، ومرة بيتعبد قدام جحوتي واضح قدامي، وهنا بيحاول انه يوريهم ضرب الاعداء وانه بينتصر على اعدائه. ومرة تانية بيجي الملك يقف بخراطيش اللي واضحه وصرماعة رع ست بن رع. يا ريت بقى نبقى نراجع مع بعض بيت الوالي. لما اتكلمنا قلنا رمسيس الثاني، فاكرين قلنا بيت الوالي اقدم من ده ليه؟ لان رمسيس ما كانش فيه ست بن رع، كان صرماعة رع بس. عشان كده كولا جريمال بيقول لي ان المعبد ده اورخ سنه 13 14، لكن بلاكمان وبعديه ناس كتير لغايه دلوقتي بيقول لي لا، المعبد غالبا ما بين السنه 24 31، وبيقولوا عشان كده دول اللي بيقولوا ان المعبد ده يماثل معبد ابو سمبل او جزء من ابو سمبل ما عدا التماثيل. هنا المنظر اللي بعده الاعداء، بنلاقي برضه على الصاله مناظر الاعداء وهم بيسحبوا رمسيس وانتصاراته وحروب. الجانب الثاني الملك بيضرب الاعداء وبيسحلهم على الارض، تلاحظ ان ركبته كانه بيوطي وبيجيب الاعداء من الارض، والملك بيعمل الفازات بتاعت النو دايما للاله بتاح، وبيقدم قدام جحوتي بيعمل عمليه التطهير قدام جحوتي، والتطهير بالبخور. طب جحوتي يدخل ليه؟ لان جحوتي احيانا بيشتغل عمليه الاحصاء. هنا ممثل المنظر لرمسيس ومعاه بناته متصورين معاه من المرات الاولى او من المرات النادره اللي يتصور بنات رمسيس في منظر معاه. ندخل بقى بعد الرواق، دخلنا على صالة الأعمدة هي وقدس الأقداس منحوتين في الصخر، ست أعمدة، ثلاثة شمال وثلاثة يمين، شمالك كله أنت شغال مع راحو رختي، يمينك كله أنت شغال مع أمون را. لما نبدأ نشتغل على المناظر هنلاقي أول منظر جميل، الملك داخل يتوج قدام راحو رختي، راحو رختي مين اللي وراه؟ يوسس الدراع بتاع أتوم اللي كانت بتساعده في الاستمناء وفقا لنصوص الأهرام، وأتوم بيديله علامة الحياة، وراه حورس ابن يزيس.
بعد كده الملك متصور دبل فورم، الفورم الاولاني اللي هو كملك بتاج الخبرش ماسك الباقه الزهور قدام مركب راح ورختي. مين بقى قائد المركب اللي معاه الكهنه في كل جانب؟ قائد المركب هو رعمس، هو رمسيس الثاني نفسه، جميل انه لابس الصندل. ثم امون كاموت اف، واضح الاسم كويس قوي، وراه ايزيس وهو بيتلقى فستين النوم من الملك كوسر ماترا ست بانراع واللموس بتاعه الخاص. منظر تتويج الملك قصاد بتاح وسخمت، ما اعتقدش هنتكلم عليه كتير. بتاح بيكتب 100,000 سنة، شايفين الجريدة اللي بيكتب عليها دي علامة ريمبت متدلي منها فوق علامة حب، تحت بيتربط فيها حح. لا ده هنا ما بيدلوش مئات الالاف بقى، ده جديدة علينا دي، بيديله ملايين السنين. شايفين في العصاية من تحت علامة الحح اللي هي ملايين السنين. بعد كده الملك بيحرق البخور قصاد راح حور اختي ومعاه الالهة إيزيس الإله حتحور جلسة خلفه. على الشمال بلاكمان بيديني فوق 4 من الآلهة، الآلهة الأربعة اللي موجودين على الشمال أو الآلهة الخمسة مديني 4 أسامي، أوزوريس وحورس ابن إيزيس وست وإيزيس، أوزوريس وإيزيس وحورس ابن إيزيس وست، الخامس مش مدينا اسمه بلاكمان مين هو. بعد كده بننقل على الجنب بتاع الاله امون، نشوف بقى امون بيشتغل معايا ازاي. امون بيبدا المنظر، الملك بيطار حورس وجحوتي، بعدين الحاجه سيشات بتديله الضفدع تحت، شايفين الضفدع وعلامه شن، 100,000 سنة من الاعياد بتديهم له المعبوده سيشات بتقدمهم ليه الملك. بعد كده المركب بتشتغل تاني، بس المركب المره دي مركب راح ورختي مره تانيه بتشتغل المركب. المركب هنا فكره مركب راح ورختي وتمانيه من الكهنه شايلينها ومعاهم الملك، هنا راح ورخت المركب بتاعته اللي بتتحرك. منظر تتويج الملك قصاد امون من اروع واجمل المناظر بالوانها. الملك امون ورموت بيدي الملك مئات الاف السنين من الاعياد وعلامه الحبزه، والملك بيتلقى الاعياد في ايده وبيديله، هيديله حح اما نسويت، هيديله ابديه الحكم. مين اللي واقف بقى بره بيكتب؟ جحوتي بيأيد، وراه منتو، وبعدين حورس سيد در او حورس سيد النوبة السفلى. بعد كده الملك بيقدم المايك لامون وموت، ما بين امون وموت رمسيس الثاني حط نفسه بديلا لخنسه كانه بيمثل نفسه كواحد من ثالوث طيبة الاكبر. المنظر موجود فيه على العتب من فوق الكتفين برضو مجموعة من الالهة، منظر تعبدي للملك. المنظر السفلى عشان ادخل البوابة 4 من الالهة، بلاكمان الاري 3 منهم او اراهم لي بالشكل وفقا لي، انا مش شايف الا كلمه جيد ميدو، قال لي ان هم مونتو واتوم وشو وتفنوت، دون ان يقدم بلاكمان في التفسير في قرايته ليهم تفسير ليه اختار الالهه بهذا الشكل. الاعمده، الاعمده بقى عندي ما فيهاش مشاكل كتير، يعني الملك مع الالهه، يعني العمود مثلا اللي قدامي الملك واقف مع امون رع في المنظر الجانبي، المنظر اللي قدامي واقف مع الاله موت، شايفين موت ماسكه كوعه، منظر الجميل. لو فاكرين حكايه الكوع دي كنا شرحنا فيها حاجه واحنا بنتكلم في الدير البحري وارتباطها بالولاده الالهيه. العمود الثاني مثلا بلاقي عندي بتاح ظاهر قدامي، والمنظر الثاني الملك واقف مع حورس سيد در. بعد كده بلاقي برضو الملك واقف مع ورد حكاووه عظيمة السحر، ومرة تانية بياخد علامة الحياة من أتوم، أتوم أنا عارفه دايما بالتاج المزدوج، ألاقيه مثلا بياخد علامة الحياة من أمون، بعدين بياخد علامة الحياة وبيتلقى الخيرات من وزير خنتي إيمنتيو. بعد كده أجي ألاقي على عمود المنظر أمون باللون بتاع أمون ما بين الأصفر والأزرق الجميل، والملك واقف في الجدار التاني وبياخد علامة الحياة من الإله إيونيت. الظهر بقى من العمود ده بلاقي راح ورختي من ناحية وهو بيحتضن الملك، ومونتو وهو بيدي الملك علامة الحياة، أو مونتو بيدي الملك علامة الحياة، بعدين راح ورختي وهو بيحتضن الملك، يعني المنظرين كأنهم مكملين لبعض. يعني هنا راح ورختي هو بيحتضنه، وكان المنظر اللي قبليه منظر مونتو وهو بيديله علامة الحياة. نخش بقى على الأعمدة اللي الناحية الغربية، إيدينا اليمين هلاقي العمود اللي مش مكتمل ده اللي كأنه مخربش، بلاقي جحوتي هنا والملك قدامه، بعدين الملك مع الإلهة توم اللي بيديله علامة الحياة. منظر العمود اللي كامل اللي شكله حلو قوي الجنبين بتوعه، خنم بيدي الملك علامة الحياة وراح ورختي وهو بيعمل عملية الاحتضان. العمودين اللي بعديهم بلاقي الملك مع إله على هيئة أنثى الأسد من حيت، هنا من حيط من الهيروغليف بتاعها، والملك في المنظر الثاني واقف قدام الاله اتوم كانه متعبد اليه. على الجدار اللي بعده بياخد علامه الحياه من راح ورختي وبيتعبد امام الاله خنسو متصور امام. بعد كده باجي الاقي الاله
موت وهي بتحتضن الملك، والملك برضو واحد بيحضنه الاله حورس في منظر تاني، واضح ان حورس ابن ايزيس. الملك اتوم بيحضنه هنا برضو بيديله الاحتضان او الحياه زي ما بيعملها اتوم زي ما قال نص هليوبلس، والملك مع الإلهة إيزيس اللي بتديله هنا كل القوة وكل الحياة. ندخل بقى قدس الأقداس، الأربع تماثيل. الله، ده احنا دخلنا أبو سمبل الكبير أهو. شامبليون حتى بيقولوا إنه تقريبا شاف التماثيل لما زار المكان سنة 1829. أرى التماثيل من الشمال بتاح أمون، الثالث هو تمثال رمسيس الثاني، الرابع راحوا رختي. لما نقرا بقى كل ملك منهم بيديله، كل اله بيديله ايه؟ واحد بيديله السعاده والحق والقوه، الثاني بيديله الابديه، الثالث بيديله الحياه التي لا تنتهي مثل اتوم ويكون مماثل ليها. بعد كده ندخل بقى نشوف المناظر، المناظر هنلاقي الملك واب بيتلقى علامه الحياه من امون، الملك ماشي بيعمل الاين تريد، ايده الشمال شايفين المهشه اللي فيها كانه بيكنس ولابس الجيب. لو رحتوا المتحف ده طراز لابس كان شائع مع الملوك، الجزء الشيفون اللي بيبقى فوق رداه، ايده اليمين كان واضح فيها اناء تطهير. بعد كده المركب، المركب المنظر متقسم ثلاث اجزاء. الشمال الملك بالخبرش بيحرق البخور وصد مركب راح ورختي وعليها القرابين وعليها رموز الالهه والاسلاف وكل الرموز الالهيه، جميل. الجزء الثاني اللي في الطرف الثاني الملك بيقدم قطع الملابس قدام بتاح على راس، لكن في النص اللعب كله. الملك واقف ماسك ايه في ايده اليمين؟ ماسك علامه وسر، العصايه الطويله اللي في راسها علامه طالع منها طائر زي شبه وبو ووات اتنين، دي علامه وسر، وعلى راسه قرص الشمس، وايده الشمال فيها ريشه المعت، اسر معت رع، اسم الملك رمسيس الثاني، اللعبه اللي كان يحبها قوي هو والكهنه بتوعه. على الحيطه الثانيه الملك بياخد علامه الحياه من راح ورختي، والملك على هيئه الكهن بيعمل اناء الحس، اناء التطهير، وبيعمل طقوس التطهير للاله. برضو بنرجع للمركب، المركب هنا مفيش مشكله، بيكمل خدمه يوميه، ايدينا الشمال بياخد الزيوت كده وشايفين صباعه الجميل زي ابيدوس، وقدام بيحرق البخور قدام الاله. يلا المقصورة الغربية نخش بقى نلاقي المنظر الحلو. بصوا هنلاقي في المقاصير حاجة غريبة قوي يا جماعة، إن المناظر هنا مختلفة، بره شغل متشطب، هنا تحس إن واحد كان بيرسم ومش دقيق، واضح إنه فنان محلي والنحت كان بيبدأ من جوه، فواضح إن النحت من جوه فيه شغل مش مكتمل. هنا بداية مع جارية الحسي، الملك بيعمل جارية الحسي أسد أوزير خنتي إيمنتي وإيزيس وراهم حورس. بعد كده بنشوف المنظر اللي بعده بيمثل عندي الملك وهو بيحرق البخور وبيقدم النوت تطهير قدام الاله راح ورختي، وهنا عمليه التطهير بتتم قدامه، ومناظر للملك بيتعبد وبيقدم الفازات والقرابين قصاد رمسيس المؤله، فاكرين القصه اللي احنا عشناها في معبد ابو سمبل. بعد كده باجي الاقي الملك بيتلقى علامه الحياه من الاله حورس سيد النوبه، وخلفه موجوده الاله ايزيس يمكن مش باينه، وبعدين الملك بيقدم الطعام او الفواكه او القرابين الجميله قدام الاله بتاعه اللي في المقصوره بتاعته، وبعدين الملك بيحرق البخور قدام الاله امون اللي قاعد امام مذبح او كانه امام مائده صغيره عليها القرابين، بيقدم نوع من الخبز قدام راح ورختي، وخرطوش الملك واضح. باجي هنا بلاقي الملك في المقصورة التانية اللي هي المقصورة الشرقية بيقدم لموت، شايفين هنا موت والكتابات موجودة ازاي؟ موت سيدة إشرت موجود كأن طالب في أول آثار هو اللي بيكتب، يعني كأن طالب لسه بعلمه يكتب الرغليف، وهنا بيحرق البخور قصاد الإله خنصو. لو انتم شايفين خنصو ده مش راح وركت، ده خنصو لو ملاحظين هالة القمر. بعد كده الملك ماسك علامة الحكاية كأنه مرسوم مش منحوت، لسه المناظر مش متشطبة. الملك بعد كده بيعمل افتتاح مائدة او جرية وافتتاح مائدة القرابين قصاد الاله الموجود عندي الملك رمسيس الثاني، ده الملك بيجري لرمسيس المؤله اللي بيقول له انا فين، امعي حاء امبرع في المقصورة اللي جوه مقصورة رع او بيت رع، يعني هنا كأنه بيقول له انا قاعد في بيت رع، وهنا بيقدم قرابين قصاد حورس وقصاد اتوم بيقدم لهم فازات او حرق البخور قدامهم. بعد كده بنشوف الملك ماسك برضه علامه الصولجان السخم وعلامه الحكايه رموز الحكم، والمنظر بيمثل الملك مع راح ورخ مع حورس اللي بيديله تلامس ما بينهم كانه بيهبوا الملك على الارض. بعد كده الملك بيحرق البخور قدام اله، واضح من الهيروغليف ان هو اتوم سيد يونو، والملك بيقدم قطع القماش والملابس قصاد امون، كلها اجزاء من الخدمه اليوميه. اخر مناظر المعبد الملك بيحط لنا البرفيوم او العطور الجميله واواني العطور بيقدمها قدام الاله راح ورختي. يا رب يكون المعبد در عجبكم، نتقابل مع بعض فيه
معبد وادي السبوع لرمسيس الثاني. شكرا جزيلا.